أستاذة إيمان، وإن شاء الله النهاردة نقدم لحضراتكم مهارات القرن الواحد والعشرين. مهارات القرن الواحد والعشرين دي طبعا من المهارات الأساسية التي يجب عرضها الجديدة في التطور التكنولوجي واستخدام التكنولوجيا داخل الفصل في طبعا الوضع الحالي في مصر. طبعا ايه هي مهارات القرن الواحد وعشرين؟ طبعا انا كاتبة الكورس طبعا ده فيه جزئية لغة انجليزية والجزء الثاني مترجم للغة العربية. طبعا بيديني هنا اهداف ومقدمة للكورس. اول حاجة انا كاتبة ايه الرابط، وبعد كده في توضيح introduction او مقدمة لتعريف ايه هي مهارات القرن الواحد وعشرين. طبعا مهارات القرن الواحد وعشرين عبارة عن تصميم مهارات بتوضح تنمية مهنية تساعد المعلمين على اعادة الدروس وانشطة التعلم لبناء مهارات الطلاب في القرن 21 century skill. طبعا انا كاتبة هنا في رابط لكل المعلمين لاستخدامه والاستفادة على الموقع اونلاين. تمام، نشوف مع بعض ايه هي المهارات وكيفية استخدامها. انا شايفة كده مدعم البرزنتيشن بمجموعة من الصور بتوضح كيفية التعاون وكيفية الاستقلال. الطلبة بيشتغلوا احيانا مع بعض، الطلبة احيانا بيشتغلوا بشكل فردي وبشكل جماعي، في طبعا استقصاء المعلومة وفي الوصول لايه وفي مشكلة الوصول لنتائج وكيفية التعامل معها. ده هيكل الدورة التدريبية بحيث يتألف مهارات القرن 21 الكورس اللي هو أونلاين من حوالي 8 دورات تدريبية أونلاين. طبعا الدورة بتشرح طبعا خلفية لمهارات القرن 21 اللي هي البداية عبارة عن introduction، وبعد كده توفر البحث في الأساس العام للمناهج الدراسية. أما المهارات الست الأساسية بتبدأ من كورس نمبر 2 لغاية كورس نمبر 6. أما الكورس اللي هو الأولاني والثامن، الأول عبارة عن introduction كمقدمة للكورس كله، أما الكورس الثامن عبارة عن ملخص لكل ما تم شرحه. تمام، المهارات الستة اللي احنا عارفينها بتكون من رقم 2 لغاية رقم. طبعا مهارات القرن 21 وضعت لتعزيز مهارات القرن 21 في تعلم الطلاب كيفية يبنوا منهج القرن 21 مبني على منهجية البحوث، توفير عملية تعاونية قائمة على الممارسات التي تساعد طبعا المعلمين على تحويل كيفية تصميم الأنشطة التعليمية لإسراء طلابهم. في حوالي عندنا 8 دورات زي ما انا قلت بحوالي 20 ساعة من الدروس على الانترنت مدعمة بالفيديوهات وقراءات ومناقشة المربي، وفي تقييم ذاتي، مشاركة عديدة من الانشطة بنشاط في الادلة الصفية لمهارات القرن 21. وطبعا ده كله عبارة عن جلوبالي يعني صفة عالمية. نشوف مع بعض، تشمل المهارات عبارة عن التركيز على إعادة تصميم التعلم لتطوير مهارات القرن 21 لتعميق فهم الأهداف المناهج الدراسية من خلال الفترة أو في خلال القرن 21. بتيسر على المعلمين تصميمات تعليمية جديدة من خلال طرق تدريس وتحليلها وتحليل طبعا الأثر التعليمي لدى تعلم الطلاب. بتدعم مشاركة أنشطة تعليمية مع معلمين في محليا وعالمي، بتديهم فرصة المعلمين لمناقشة ودعم طبعا كل المعلمين سواء في الداخل أو في الخارج من خلال مفهوم مهارات هي المهارات اللي هي الستة اللي احنا بنركز عليها. اول حاجة اللي هي collaboration التعاون، ثم skill communication اللي هي التواصل، وبعد كده knowledge construction اللي هو بناء المعرفة، ثم self regulation التنظيم الذاتي، ثم real world problem solving and innovation اللي هي طبعا حل مشاكل العالم الحقيقي والابداع، ثم استخدام use of ICT for learning استخدام طبعا
تواصل ايه واستخدام تكنولوجيا المعلومات. بعد كده بيديني مجموعة من على كل جزئية او كل دورة مجموعة من الاسئلة للاستفادة والاطلاع. فمثلا هنا بيقول لي مهارات القرن 21 could be defined as، بتعرف بايه، بيديني مجموعة من الأسئلة. هل هي set of information، مجموعة من المعلومات والوسائل، and technology skill، والمهارات التكنولوجية، ولا scientific and digital literacy، عبارة عن المحتوى الرقمي الأدبي والتعليمي والعلمي، ولا هي learning and innovation skills، ولا هي محتوى إبداعي وتعلمي to survive in the 21st century، للبقاء في القرن 21، ولا هي set of complex skills، مجموعة من المتطلبات المهارات المتطلبة أو المعقدة today's for success، مجموعة من المهارات هي معقدة ولكن إحنا بنحاول نجاحها أو الحصول للوصول للنجاح في عصرنا الحالي. طيب هنا knowledge skills and work practice، هل هي مجموعة من المعرفة والمهارات أو التدريب العمل؟ طبعا هي مجموعة من المهارات المعقدة اللي بتتطلب الوصول للنجاح في يومنا الحالي. نشوف مع بعض الكورس اللي هو ايه نمبر 2 اللي هي مهارة ايه، مهارة الكولابوريشن، ايه هي التعاون. اول حاجة بنحط اهداف لكل كورس اللي هي what are the big ideas in collaboration، What does working together mean؟ إيه هي الأفكار الكبيرة في التعاون؟ ماذا يعني كلمة العمل معا؟ وأنا هنا حاطة رابط للكورس إيه أونلاين، تمام؟ بشرحه لكم على هيئة إيه فيديو. What does it mean to collaborate؟ إيه معنى collaboration؟ هنا الجزء اللي يحب يقرأ إنجليش أو اللي يحب يقرأ لغة عربية مفيش مشاكل. What form does it take؟ What skill do we need to be able to engage in effective collaboration؟ هنا عشان بس تبقى كل طبعا ان بحاجة احنا الى اعداد شبابنا من اجل الحياة في مجتمع مترابط عالميا، طبعا لمواجهة ايه مشاكل العالم الحقيقي، فلن تحل مشاكل العالم بواسطة افراد الذين يتصرفون بانفسهم، ولكن لا يمكن التغلب عليها الا من جانب الاشخاص المتعاونين بشكل فعال. يرتبط شبابنا من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية، ولكن هذا لا يكفي لبناء التفاهم المشترك وسماع أصواتهم والتأثير على التغيير في عالمهم. لذلك لتطوير فهم مشترك لما نعنيه بالتعاون، سيتحقق ذلك من خلال التفاوض، توزيع المهام، والإصغاء إلى الأفكار. ده كله بيعمل على تطوير ثقافات التعلم ودعم المعلمين في تصميم أنشطة التعلم ومشاركة. طيب في افكار كثيرة احنا بنلاحظها، زي مثلا لازم discuss an issue، solve a problem، create a product. مهم جدا ثلاث خطوات رئيسية اللي هي اننا لازم بنناقش مسألة، بنحل مشكلة، بنعمل على انشاء منتج. طيب shared responsibility، تقاسم المسؤولية. قالك هنا some students have shared responsibility when they work in pairs or group to develop common product design or response، بتحمل الطلاب مسؤولية مشتركة عندما يعملون في أزواج أو مجموعة لتطوير منتج أو تصميم استجابة مشتركة. Substantive decision اللي هي القرارات الموضوعية، ودي مهمة جدا في كل بند أو في كل أي مهارة، إن احنا القرارات الموضوعية substantive decision or decision that shape the content process or product of work student work. القرارات الموضوعية هي القرارات التي تشكل محتوى أو عملية أو إنتاج عمل للطلاب. ده بنشوف substantive decision بتشمل ثلاث حاجات اللي هي المحتوى والبروس والبرودكت، المحتوى والعملية والمنتج. خلي بالنا مع بعض، وعايزين طبعا دي ممارسة داخل الفصول عشان نعرف ازاي احنا بنطبق مهارات 21. يعني مثلا الطلاب بيتخذوا قرارات موضعية مع بعضهم في حل مشكلة، والقرارات الموضعية طبعا عبارة عن قرارات تشكل محتوى عملية أو إنتاج لعمل الطلاب. فهنا المحتوى قال لك الطلاب بيستخدم معرفتهم بمسألة، مسألة ما لاتخاذ قرار يؤثر على المحتوى الأكاديمي اللي عملهم معنا، يعني بياخدوا موقف بشأن موضوع معين. إيه هي العملية؟ إن الطلاب يبدأوا في التخطيط. إيه هو المنتج؟ إن الطلاب يطلعوا بقرارات أو بتصميم معين ممكن استخدامه، تمام؟
بنشوف ايه هو اللي عمل مترابط independent work. طبعا independent work بنشوف الطلبة بتتعامل بشكل فردي وبشكل تمام. هي طبعا هو العمل المترابط ان الطلاب مترابطين عندما يتعين على جميع الطلاب المشاركة لكي ينجح الفريق. وفي كثير من الاحيان يمكن لمجموعة من الطلاب بتقاسم المسؤولية عن النتيجة، ولكن العمل لا ينقسم الى حد ما في الممارسة العملية. يقوم احد الطلاب او اثنين بكل عمل للفريق، وقد صممت جميع الأنشطة التعليمية على هذا العنوان لتتطلب مشاركة جميع الطلاب. طبعا في زي ما أنا قلت عمل فردي مجموعة من الطلاب يشتركوا مع بعض، أو عمل جماعي يتطلب أكثر من هنا في روبريك لكل ايه طبعا كورس بنخلي مع بعض اتبنى منه جدا لاني عليه أسئلة. تمام. في كاتب انكور ليسن هي ايه التعليم الراسخ او ايه الدروس الراسخه، بحيث ان الطالب يتمكن من الاستفاده فيما يتعلمه وتطبيقه. تمام. يعني ايه هنا الارتساخ التعليمي او التعليم الراسخ؟ عباره عن تثبيت المعلومه، تثبيت المعلومه بالعمل بالانشطه. تمام. بنشوف الروبريك هنا في الكولابوريشن قال لي في رقم تتناول 5 نقاط، ودي برضو عليها أسئلة، بحيث ان الطلاب اول حاجة لا تتطلب منهم ان يعملوا معا ان بروس ان بيرز او جروب، لا تتطلب من الطلاب العمل معا سواء كان في مجموعة فردية او في مجموعات. دي رقم واحد. رقم اتنين ان الطلاب هنا ممكن يعملون معا ولكن لا يمكن مشاركة المسؤولية. رقم ثلاثة ان الطلاب ممكن يشاركوا المسؤولية ولكن لا يمكن اتخاذ او عمل قرارات موضعية. رقم اربعة ممكن الطلاب يشاركوا المسؤولية، ممكن يعملون عمل هنا قرارات موضعية ولكن عمل العمل بتاعهم غير مترابط. رقم خمسة نقول النقاط كلها ان ممكن يشاركوا المسؤولية ويكون عملهم قرارات موضعية يقومون بها، وممكن كمان يكون العمل بتاعهم مترابط. نفس الكلام اللي هي decision tree، ودي مهمة جدا في كل جزئية، مهمة جدا في كل جزئية ان الطلاب بنقيس كروبريك بالظبط شغل الطلبة. جميلة جدا، ويريد كل واحد يركز معاها على ديزيشن تري، ودي زي ما قلت في كل كورس. رقم واحد خلي بالكم معايا هنا في كلمة yes وفي كلمة no. هل student are required to work in pairs or group؟ هل في رقم واحد يتطلب من جميع الطلاب العمل بازدواج او مجموعات؟ لا طبعا، عشان كده في رقم واحد ممنوعة وعشان نو عشان كده ان انزل للمجموعة التانية. طب في المجموعة التانية ايه المفروض يعملوا؟ فعلا يتطلبوا ان هم يشتغلوا في ازدواج او مجموعات. تمام. طب في رقم اتنين هل الطلاب يشاركوا المسؤولية responsibility؟ قال لي نو، وانما ممكن يشاركوها في نمبر 3، يبقى student يشارك responsibility. طيب في رقم اربعة هل الطلاب ان احنا هنا student make substantive decision together، هل الطلاب هنا ممكن يشاركوا في بناء القرارات الموضعية؟ في رقم ثلاثة طبعا لا، وانما ممكن يشاركوها في نمبر 4. طب هنا ننزل في نمبر 4، يبقى هنا هيشاركوا قرارات موضعية. طيب في رقم اربعة، طيب هل هنا في نمبر 5 student work in انتربندت، هل اعمالهم مترابط ومستقل؟ طبعا في نمبر 4 لا، وانما هي العمل المترابط دي بتوصل في المرحله النهائيه او الاخيره اللي هي نمبر 5، ان كل اعمال الطلاب بتكون طبعا مع كل جزئيه. انا قلت كورس بنعرض سؤال بسيط خالص بيقول لي what are considered the key features for collaboration، ايه هي المظاهر الرئيسية او ملامح التعاون، مرحلة التعاون. مرحلة التعاون اللي هي بنختار طبعا work with other، ان احنا بنشارك مع الاخرون، وكمان بنشارك المسؤولية وبنعمل قرارات موضوعية ونكون عملنا مترابط. تمام. بعد اللي هي skilled communication اللي هي المهارة التانية. المهارة التانية بتتطلب طبعا اهداف اللي هي what are big
ideas in skilled communication what does extended communication or multi-model communication mean what does supporting evidence mean how can you design communication for particular audience هدف الكورس طبعا ايه هي الافكار الكبيره في الاتصالات الماهره ماذا تعني الاتصالات الموسعه والاتصالات متعدده الوسائط ما الذي تعنيها الادله الداعمه كيف يمكن تصميم الاتصالات لجمهور معين مش حاطه لحضراتكم رابط للكورس تمام الجزء النظري اللي انا حملته لكم على هيئه باوربوينت ممكن استخدام بعدين الهدف من الكوميونيكيشن باللغه العربيه طبعا تتطلب تصميم اتصالات لجمهور معين عندما يجب عليهم التاكد من ان اتصالهم مناسب للقراءه المحددين المجموعه اللي انا عايزه اطرح عليها الفصل كام مثلا اطرح عليها القراءه او من هم اللي عايزين يستمعوا لي او من هم اللي عايزين يشاهدوني الذين يكونوا بالتواصل معهم ولا يكفي ان يتواصل الطلاب مع جمهور عام من مستخدمي شبكه الانترنت يبقى انا هنا التواصل انا عايزه اتواصل مع مجموعه محدده مش اي حد ويجب أن يكون لديهم طبعا في الأذهان مجموعة محددة ذات احتياجات محددة من أجل تشكيل اتصالات في جو مناسب هنا طبعا يبقى أنا حددت الجمهور بتاعي ده أنا إيه عاوزة أتواصل معاه ولكن ليس أي جمهور أنا ممكن أطرح مشكلة خاصة بيه طبعا الاتصالات المهرة في القرن 21 تشير طبعا إلى قدرة الأفراد على التواصل بوضوح وذلك باستخدام لغة شفهية لغات شفهية ومكتوبة وغير لفظية ويتطلب المجتمع الآن يتمتع كل فرد بهذه القدرة لأن مطالب العلاقات الاجتماعية والاقتصادية تتطلب مجموعة أكثر تنوعا من المهارات احنا بنشوف مع بعضينا في خلال الرسائل النصية في خلال عدد كبير من المدونات في وقت متزامن انا ممكن ايه اتواصل بيه مع طلبتي مش الفون بس التليفون فقط وانما في الرسائل السريعه في تويتر في سكايب ده كله بيتطلب من الايه سرعه في الانترنت واستخدام الانترنت الى اقصى مدى ممكن حدده. برضو في سكيلز كوميونيكيشن بيديني برضو مجموعة من الروبريك اللي أنا ممكن أستخدمه إيه هو المطلوب في البداية ثم النهاية أول حاجة إحنا قلنا في البداية إنه لا يتطلب مننا تعاون مكثف وإنما يتطلب في المرحلة الثانية المرحلة الثانية تطلب مني طبعا supporting evidence بتوجد هنا نوع من الدعم في الدلالة particular audience في جمهور معين ثم رقم ثلاثة بتطلب مني طبعا ان هم communication for particular audience بس مش كل الطلبة او كل ايه اي طلبة ممكن ايه اتعاون معاه في اي مرحلة لازم احدد اخر حاجة طبعا ان تصميمات معينة جمهور معين هو ده المطلوب فيه بالظبط في برضو 3 قال لي هنا نمبر 1 هل التواصل بيكون ممتد ولا هو متعدد؟ طبعا لا وإنما ده يتجاوز المرحلة الثانية هنا provided sufficient supporting evidence في دلالة مطلوبة هنا وبعد كده designed appropriate for particular audience يبقى في جمهور معين دي يتطلبها في المرحلة الثالثة وليس الثانية هنا طبعا هنا design appropriately for particular audience يبقى هنا عايزين جمهور معين طبعا في المرحلة الثانية وليس الثالثة في النهاية أنا عايزة جمهور معين في طبعا particular audience في supporting evidence دي كلها بتبقى واضحة في المرحلة سؤال بسيط جدا اللي هو بيقول لي ان an activity where students are engaged in communication which of the following can be considered extended communication ايه هي المهارة او الجزئية الصحيحة في التواصل الممتد التواصل الممتد اللي هو ينتج عنه نشاط communication منتج من ال communication نتائج التواصل تتطلب ان الطلاب يكونوا مترابطين مع بعض بالنسبة للأفكار وفيما تناقشوه معا فهي طبعا الجزئية الثانية اللي هي طبعا بتكون صحيحة knowledge construction كيفية بناء المعرفة ازاي احنا نبنى المعرفة what does knowledge construction mean how to design lesson so that main requirement is knowledge construction يعني ايه بناء المعرفة كيفية تصميم الدروس
بحيث الشرط الرئيسي هو بناء المعرفة، وانا حاطة رابط اهو ممكن نستفاد منه. نشوف مع بعض كيفية بناء المعرفة، لأن هي العمل مكثف، كل شيء يتناول داخل بناء المعرفة، يتطلب الترجمة، التفسير، التحليل، الترجمة، التقييم، كل حاجة يتطلب في بناء المعرفة. هو الطلاب عايزين تحليل، تفسير، توليف، تقييم، يعني ايه هنا يحدث يفعل الطلاب اكثر من اعادة انتاج ما تعلموه، فهي تتجاوز الاستنساخ، مش فقط ان انا انسخ واكتب واستدل، لا، وانما تتطلب توليد افكار ومفاهيم جديدة. وكثيرا ما تعتبر مهارة بناء المعرفة تفكيرا نقديا في انشطة عديدة لبناء المعرفة، كما قلت بتتطلب عديد من التفسير، تحليل، توليد، وهنا ايه في تقييم، في زي ما انا قلت ان بناء المعرفة بيتطلب اعداد الطلاب، ليس فقط مجرد مهارة الاحتفاظ بالمعلومات، وانما على الطلاب انخراط في العديد من التعلم العميق والبحث عن المعلومة وبناء المفاهيم، بناء المفاهيم وفي استخدام مجموعة من الادوات الرقمية لبناء معلومات جديدة وابداعية. بنفس الكلام زي ما انا قلت في كل جزئية بيبقى فيها روبريك، ويبقى فيها 3 اللي هي decision 3، فمثلا رقم 1 بيقول لك required knowledge construct، هل تتطلب بناء المعرفة بناء معرفة، البناء المعرفة في البداية؟ لا طبعا، احنا بالاول بنرشدهم بنفهمهم، وانما دي تنتقل نمبر 2، احنا بنفهمهم ازاي هم بيبنوا المعارف. main requirement is knowledge construct، بنحدد ايه هي المعلومات اللي احنا مطلوب من حضراتكم بنائها. بعد كده student are required to apply تطبيق their knowledge in a new context، هل تطبيق ما تعلموه او بنوه في سياق معين جديد، دي تتطلب في المرحلة طبعا الرابعة وليس الثالثة. learning activity، النشاط التعليمي، is in disciplinary، يعني هل هو مترابط؟ طبعا بيبقى دي في المرحلة الخامسة وليس في المرحلة الرابعة. في سؤال بسيط خالص بيقول لي which of the following activities can be considered knowledge construction، اي حاجة من الانشطة التالية تعتبر بناء معرفة؟ طبعا اللي هي طبعا shared write، اللي هي student write a paper that compares what they أو contrast information from multiple resources، بيستخدموا نماذج تعليمية بيقارنوا سياق الكلام من عديد من المصادر، الطلبة بتستخدم مقارنة معلومات من مصادر متعددة. الخامسة اللي هي self regulation، ايه هو التنظيم الذاتي؟ what are the big ideas in self-regulation، what do we mean by long-term activity، طبعا ما هي الأفكار الكبيرة في التنظيم الذاتي، ماذا نعني بالنشاط الطويل الأجل؟ وأنا شايفة لحضراتكم برضو حاطة اللي هو طبعا planning on work، طبعا الطالب هنا بيبدأ في التنظيم الذات، أنا رايح أتعلم يبقى هنا في حاجة طالب بيكون حاجة ذاتية بيخطط بينظم، يبقى حاجة نابعة من داخل ذاته. فهنا في نشاط المعروف بنشاط طويل الأجل وكيفية تتناسب هذه الأهداف مع التعلم السابق والمستقبلي. الطلبة بتحاول تقارن، بتحاول تستنتج، بتحاول بتبسط كل ما تعلموه في حاجات عملية ذاتية. تمام؟
مع بعض التنظيف الذاتي بيتطلب نوع من التقييم. هو التقييم، انا بقيم نفسي، بقيم عملي، بقيم ما فعلته، بعدل. يعني دي حاجة يعني تغذية مرجعية للذات لكل شغلي، تمام. فهنا الطلبة بعد التنظيم بينخرطوا طبعا الطلاب في التنظيم الذاتي، بيضعوا أهدافهم، بيقرروا ايه هي الأفضل، ايه هو الأحسن، ايه هي الفكرة الجميلة بعد الترتيب، تمام. سلم زي ما انا شايفه، هو بيخطط، هو بينظم، دي حاجه جميله جدا. ان هو بيختار ما بين مجموعه، ايه هو المنتج الصح، ايه هو المنتج الصح. وبنشوف مع بعض اللي هي الروبريك، نفس الكلام هنا. وادي 3 طبعا لونج تيرم، التعليم او نشاط طويل المدى. And the student have learning goals، ليهم أهداف تعليمية. And the success criteria، ومعيار للنجاح. In advance، هل دي تطلب المهارة الأولى؟ لا طبعا، وإنما دي تشمل المهارة number 2. A student plan their own work، هذا الطلبة بتبدأ تخطيط ذاتها من المرحلة الثانية. لا، ده دي من المرحلة الثالثة. A student have opportunity to revise work based on feedback، هل بيبدأوا في التخطيط وإعطاء تغذية مرجعية؟ لا، ده دي في المرحلة إيه الأخيرة اللي هي إيه؟ سؤال طبعا يقول which of one of the following are prerequisites for self-regulation to take place، أي من الأسئلة المسبقة تقليل التنظيم تحدث. طبعا أنا شايفها بنختار مجموعة من الأسئلة، بنختار منها واحد اللي هو the learning activities long term and the student are aware of the learning goals and associated success criteria in advance. النشاط التعليمي طويل المدى، حيث يدرك الطلاب أهداف التعلم ومصاحبة لمعايير النجاح. اللي بعد كده اللي هي real world problem solving and innovation، حل المشاكل في العالم الحقيقي وايه والابتكار. برضو بنطرح مجموعة من الأهداف اللي هي ايه هي الأفكار الكبيرة في حل المشاكل والابتكار، ايه المشاكل التي تواجه الناس. Are they specific explicit context for a problem solving، how can actual the data be used to solve a problem، ايه هي الداتا المعينة او الواقعية اللي انا. طبعا حل مشاكل العالم الحقيقي بيبنى عليها اللي هو الاقتصاد العالمي والمالي حاليا، في التخطيط والتركيز والتحليل والوصول ايه لنتائج وحلول لاي مشكلة، تمام. طبعا حل المشاكل طبعا دي نوع من التحدي للطلاب في مواجهة الطلاب لمواجهة الواقع، مشكلة سواء داخل المدرسة خارج المدرسة، بحيث بتضيف يعني ايه منتج. المنتج ده بيغير البيئة اللي حواليه. انا عملت في مشكلة عندي مثلا، وليكن انا عندي مثلا في مجموعة من قمام الزبالة داخل المدرسة خارج المدرسة، طب ليه أنا ما استغلش القمامة دي مثلا في عمل مثلا البايو ديزل، أعملها إيه مثلا تحويلها الصناعة، الصناعة دي ممكن تتحول لي إيه إلى البايو ديزل، استخراج الغاز الحيوي ويستخدم الوقود للسيارات، ونظف المكان، والمكان ده أنا ممكن أحوله الحديقة. فهنا فعلا دي مشكلة الطلبة بدأوا يفكروا فيها، يضعوا أفكارهم بيحللوها، وبعد ما بيحللوها بيبدأوا يوصل لمنتج، إيه هو المنتج الجديد بحيث يكون مبدع أثر على المجتمع اللي حواليه، وهو في التغيير والتحليل وإنتاج المنتج بحيث يكون إيه منتج استفاد منه وأعلم. في الانوفيشن الابتكار، الابتكار ان هو المنتج اللي انا استخرجته فعلا نوع في اثر على العالم اللي انا بعيش فيه، غير البيئة، غير من الجو اللي انا الهواء اللي انا بتنفسه، غير من الشكل العام للمكان اللي انا بجلس فيه. اذا ده يعتبر نوع من الابداع. اخترعت ساعة، اخترعت مثلا جهاز ما كانش معروف، كان لي الجهاز ده مثلا بيكون ايه ليه فايدة كبيرة في توليد شيء او حل حاجة ايه موجودة ساعدت على ايه مثلا كحل للبيئة، حل المشاكل الاجتماعية، حل المشاكل الاقتصادية في المجتمع الذي ايه اعيش فيه. ده هو
تمام. فطبعا ده كله العالم الحقيقي ده جزء لا يتجزأ من الحياة والعمل، ويمكن للمربيين أن يوفروا للشباب فرص للانخراط في مشاكل عالمية حقيقة. يعني لازم يكون في إيه نوع من التعاون، تكتيف الشباب وتحويلهم لفئة إيه طبعا فئة يعني خاملة. وإنما إحنا بندعو للجميع الهيئات للتعاون مع الشباب للإبداع والابتكار وطرح الحلول كحلول في العالم داخليا وخارجيا، وتغيير المستويات التعليم في الفكر والسلوكيات، وفي إعطاء وإبداع الآراء كحلول منطقية ممكن أن تكون تعود على المجتمع والابتكار. فهي دي تعتبر مشاكل العالم. وكل جزئية بيبقى ده فعلا فيها الروبريك زي ما انا قلت، هي ايه تري ديزيشن. فهنا في التري ديزيشن بيقول لي مين ريكويرمنت از بروبلم سولفنج، حل المتطلبات اساسية محتاجة لحل المشكلة دي في رقم واحد، لا طبعا، وانما دي تعتبر في رقم اتنين. Are students working on real world problem، هل الطلبة بيشتغل في العالم في مشكلة واقعية، من رقم اتنين الى ده هي في رقم تلاتة. required innovation، لتطلب الابداع، لتطلب الابداع ليس الابداع والابتكار ليس في رقم تلاتة، وانما هي المرحلة الاخيرة، وهي مع المنتج. مع المنتج بنشوف الطلبة احنا بنستفاد منه والكل بيستفاد منه. ففي سؤال بسيط طبعا بيقول which of the following activities can be considered real world solving، real world problem solving، ايه هي من اي من الانشطة التالية يعتبر حلا لمشكلة واقع حقيقي. بنختار دي اللي هي الجزئية في الوسط، يتحقق طبعا الطلاب عما نمو من النباتات في فصلهم ممكن ان يحسن من جودة الهواء. ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا الطلبة حاسة بضيق في التنفس، اخترعوا وضع فازات من الهواء نباتات. النباتات طبعا زي ما احنا عارفينها بتمتص طبعا ثاني اكسيد الكربون، وبتستخرج ايه اللي هو الاكسجين. الاكسجين ده طبعا بيكون حاجة صحية للانسان. النباتات بتمتص ثاني اكسيد الكربون، بتخرج لنا الاكسجين. الاكسجين ده غير البيئة لداخل الفصل وعملت على ايه الطلاب. اخر حاجة use of ICT for learning، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طبعا ايه هي الافكار الكبيرة اللي هي زي اهداف الدرس، كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، كيف يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدعم بناء المعرفة، ازاي انا يمكن انشاء منتج لتكنولوجيا المعلومات والاتصال اتصالات المستخدمين الاصليين. وانا حاطة هنا برضو رابط للكورس ممكن ايه الكل يستخدمه. تمام. ان احنا كنا طبعا تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتساعد على نشر المعرفة، طبعا نشر المعرفة لأقصى ما تتصور، يعني بيعمل فيه تواصل، يعني تجعل العالم يعني ايه as a room one home، يعني موقع غرفة واحدة احنا بتيسر لنا ايه التواصل ونشر المعرفة. تمام. فدي هنا تكنولوجيا المعلومات والاتصال مطلوبة لبناء. تمام. وهنا في الاتصال لازم يكون في حدود حتى لا يحدث اي تشوش، لان التكنولوجيا الرقمية لا غنى عنها في طبعا تبسيط العملية التعليمية وتوسيعها والاستفادة التي تيسر لنا عملية عملية الابتكار وعملية الابداع. الكورس بنشوف مع بعضين اديني افكار ازاي انا ممكن استخدمها واطبقها في ابداع وسائل جديدة من استخدام التكنولوجيا والاتصالات، بحيث بتكون ابسط ما يكون في تبسيط. بيوجد طبعا الروبريك زي ما انا قلت في كل نهاية، كمان اللي هو using of 3 decision. لو حبينا نتناقشها بيقول student have the opportunity، هل لهم الفرصة في استخدام ICT information technology في البداية؟ طبعا number one no، فبندي بالنسبة لنمبر 2. اوكي.
بالنسبة طبعا لاستخدام Information Communication Technology وسائل الاتصال والمعلومات، دي بنستخدمها في نمبر 2 بحيث بتمد في بناء المعرفة، دي بنستخدمها في نمبر 3 طبعا، دي مطلوبة في بناء المعرفة نعم، ولكن بستخدمها في نمبر 4 ما استخدمهاش في نمبر 3. Student or Designer هل هم مصممون if an OCD product؟ طبعا في نمبر 4 نو، وإنما ممكن أستخدمها في المرحلة النهائية بحيث بيكون فيهم إبداع وابتكار. في بيطرح سؤال عندي هنا، which of the following show evidence that the student create an ICT product for authentic user؟ أي من الدلائل التالية يبين أن الطلاب ينشأوا منتج مثمن عن وسائل المعلومات والاتصال لمستخدمون حقيقيون. طبعا بنختار اللي هي نمبر 3 هي الصح، بحيث يطور الطلاب قصص مستخدمين طبعا، ويشاركون المدارس الأخرى لبث التغذية الراجعة عبر برنامج التيمز. آخر حاجة من الكورسات اللي هو كورس نمبر 8، ده عبارة عن طبعا ملخص كامل لكل اللي احنا ايه شرحناه، بيديك برضو الأهداف، ودي ايه اللينك، اللينك اهو للرابط، بحيث المدرس ممكن دي عبارة عن دمج مهارات القرن 21 في نظرة عملية في تنفيذ المهارة وتطبيقها داخل الفصول التعليمية وتطوير الدروس الافتراضية باستخدام التكنولوجيا. والدروس الافتراضية دي حاجة جميلة جدا، بحيث الفيرتشوال كلاس روم بتنقل الطالب من ايه، من واقع الفصل الى واقع ايه عالم خارجي. يعني مثلا انا بشرح مثلا عن الفولكانو، ولكن ممكن الطالب بيدخل داخل الفولكان، ممكن ينزل تحت قاع البحر باستخدام الفيرتشوال كلاس روم، حاجة مهمة جدا في تنمية الإدراك ومفاهيم الطلبة. طبعا ده ملخص اهو، كل المهارات اهي، الكولابوريشن التعاون، نوليدج كونستراكشن بناء المعرفة، ريال وورلد بروبلم سولفينج، اند انوفيشن ده العالم الحقيقي وحل المشاكل والابتكار، سيلف ريجوليشن التنظيم الذاتي، يوز اوف اي سي تي فور ليرنينج استخدام تكنولوجيا المعلومات، وفي عندي سكيل كوميونيكيشن هو التواصل المهاري. دي عبارة عن ملخص شامل لما ايه طبعا مايكروسوفت فور اديوكيشن، تطرح مايكروسوفت هنا عديد من التطبيقات اللي انا ممكن ايه استخدمها في دعم طبعا العمليه التعليميه، ودي رابط الكورس اهو ممكن على ايه الموقع. طبعا في تطبيقات هائله ممكن المعلمين يستخدموها على اوفيس 365 داخل ايه الفصل، زي ايه الاكسل والوورد وسكايب والتيمز وسبي، وفي عندي كمان في اللي هنا بدل اوفيس ميكس نزل حاليا اللي هي الريكوردنج، وفي سكايب والتيمز، وفي التواصل الاجتماعي عبر اليومر، عبر اليومر اهو حاجه جميله جدا، مجتمع تعليمي بين المعلمين طبعا في مختلف ايه انحاء العالم، في بنك سيرش ده امن جدا، محرك بحث للايه العمليه التعليميه، محتوي على خلفيات جميله جدا ممكن نستخدمها في الخرائط، نستخدمها في ايه حاجات جميله جدا كمصور لاي ايه مجال، مجله تعليميه ممكن حضرتك تستخدمها. باقي التطبيقات انا ممكن استخدمها سواء كان في مايكروسوفت ليرنينج اسينشال، في الجيمنج شايفين الجيمنج، في كودو عندي، في تاتش ديفولف حاجات جميله جدا، وفي الماينكرافت، وفي حاجات في الرياضه في الكيمستري، في وورلد وايد تلسكوب، في حاجات موسيقيه جميله، ده كلها تطبيقات وحاجات للصور اهو، اوتو كولج، ويندوز موفي ميكر، في الماينكرافت، في في كمان عندنا ايه اكاديمي، خان أكاديمي حاجة جميلة جدا ممكن المعلم يستخدموها، وخصوصا المدارس بقى التطبيقات اهي، ودي الرابط اهو ممكن ايه نستخدمه، مرجع كامل كل المدرسين ممكن في مختلف المواد التعليمية احنا ممكن ايه نستخدمها، روابط جميلة ممكن يستخدمها برضو المعلم تسهل لي في الوصول لإيه في عملية البحث، في عمليات في التولز، في الأدوات، في طبعا في التواصل في مجتمع مايكروسوفت، في استخدام الريسيرشر، في الفيديوهات التعليمية خاصة إيه بالمنهج. أتمنى من كل معلم قد استفاد من عرض مهارات القرن 21 21 century skills، ونحاول بقدر الإمكان تطبيقها حاليا في المجتمع المصري المتغير، في خاصة في النواحي المجال التعليمي،
في المجال التعليم وتعويد أولادنا الطلاب في اكتساب هذه المهارة، مهارة الإيه؟ طبعا الاستقرار، التفكير، الإبداع، مهارة التواصل، مهارة إيه؟ الابتكار، مهارة المشاركة وحل المشكلات في العالم الواقعي، والسيلف ريجوليشن، يكون إيه؟ طبعا معتاد بذاته، واثق من أفكاره. عايزين أولادنا الطلاب يتغيروا، بنشوفهم بصورة أي أفضل. عايزين المعلمين، كل المعلمين يقيموا نفسه ويراجع نفسه، عملية الابتكار، مساعدة الطلبة، يكون دورهم إيه؟ توجيه، إشراف، طبعا مساعدة. بنحاول نقف جار الطالب في توجيه إيه؟ المعلومة، توجيه إيه؟ المعلومة، ومساعدتهم في إيه؟ في المشروعات التعليمية، في البحث، في الاطلاع. يعني كده العملية بتبقى عملية إيه؟ متبادلة في بناء مجتمع تعليمي قيم نحتاج ليه بين كل لحظة. وفعلا كاد المعلم أن يكون رسولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم الأستاذة إيمان يوسف. الشهادة طبعا دي شهادة هي مهارات القرن 21 اللي هي أونلاين كده. دي شهادة اللي هي مايكروسوفت سيرتيفايد إديوكيتور الـ MCE. نتمنى للجميع الحصول عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.